صحة وسعادة. صبحكم الله بالنور والسرور والسعادة، صباح التميز على أغلى وطن. وعليكم أعزائي المستمعين، صباح يوم الأربعاء المميز. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006. وبكون معاكم خلال مدار الساعة القادمة محدثتكم أسماء الجناحي. وخلال هالساعة بنتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، وخبرنا اليوم عن استخدام الأطفال لسماعات الرأس لفترة طويلة. راح ناخذ مسجدات التواصل الاجتماعي، وأيضا خبرنا لليوم أو موضوع التغذية لليوم حلقة خاصة للتغذية المناسبة للمصابين بكوفيد 19، ومع آخر مداخلة وآخر فقرة عنا سجل الأمراض المزمنة. ويقول خبرنا لليوم: حذر خبير من الاتحاد الألماني لأطباء الأذن والأنف والحنجرة من الأضرار الدائمة للسمع التي قد تتسبب بها سماعات الرأس لدى الأطفال إذا تم استخدامها دون اتخاذ بعض الاحتياطات السلامة اللازمة. وقال الخبير الألماني إن استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة أو بصوت عالي للغاية أو لمرات كثيرة جدا قد يتسبب في أضرار بالغة على حاسة السمع عند الأطفال، مشيرا إلى أن 3 ساعات متتالية على سبيل المثال ليست جيدة، والأذنان بحاجة إلى فترات راحة منتظمة من الضوضاء. وأوضح أنه عند استخدام الصوت باستخدام سماعات الرأس فإن موجات الصوت تصل إلى المصدر إلى طبقة الأذن بأقصر الطرق، مشيرا إلى طول هذه الموجات يتراوح بالنسبة للأطفال الصغار بين 1 سم و2 سم، عند استخدام السماعات التي تدخل الأذن، موضحا أن هذا يزيل إلى حد كبير من التأثير المثبط الذي يحدثه الهواء عند انتقال الصوت. وأشار الخبير الألماني إلى مشكلة إضافية في السماعات التي توضع داخل الأذن، وهي أنها تدفع شمع الأذن إلى الداخل وتضغطه، موضحا أن هذا يمكن أن يضعف السمع ويجعل من الضروري تنظيف الأذن بانتظام من قبل طبيب متخصص. سماعات الأذن صراحة هي مضرة للكبار والصغار، لكن مهم جدا، يعني حتى الحين لما نسير مثلا المطاعم ولا نسير أي مكان دائما نحصل الأجهزة اللوحية مع الأطفال وسماعات الأذن. صح يعني ممكن تكون مزعجة نوعا ما للجمهور أو الأشخاص، نحن أيضا ننصح أنه ما يكون عندهم الواحد ذكية لما يطلعون برا ويقضون وقت مميز مع عائلاتهم، لذلك نبعد شوي الألواح الذكية وأيضا السماعات، وهذا حفاظا على عيونهم أعصابهم وأذنهم في نفس الوقت. وني في جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي بركز فيها على الملاحظات اللي توصلني في قنوات التواصل الاجتماعي، ومنها الجرعات الداعمة. ما زال بعض الأشخاص يسألوننا عن أنواع الجرعات وهل يقدرون يأخذون الجرعة الداعمة في الوقت الحالي أو لا. من ضمن الأنواع اللقاحات التي يمكن الحصول على لقاح فايزر بيونتك كجرعة داعمة لها، وهي نوع اللقاح إذا كان جرعتين من فايزر بيونتك، جرعتين من أكسفورد أسترازينيكا، جرعتين من موديرنا، جرعتين من لقاح سبوتنيك، أو جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا وجرعة من لقاح فايزر بيونتك. هذول الأشخاص جرعة واحدة داعمة من بعد مرور 6 أشهر من جرعتهم الثانية، نحن نتكلم أن الجرعة الداعمة تكون كلقاح فايزر بيونتك.
اللي نتكلم عن لقاح جونسون اند جونسون، اذا كانوا الاشخاص ماخذين جرعة واحدة من هذا اللقاح يمكن انهم يحصلون على جرعة واحدة داعمة بعد مرور شهرين من جرعة جونسون اند جونسون. بالنسبة للقاحات سينوفارم والسينوفاك، يقدرون الاشخاص اللي حصلوا على هذه الجرعتين الحصول على جرعتين من لقاح فايزر بيونتك بعد مرور 3 أشهر، ويكون من الجرعة الثانية، ويكون المدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم. أيضا من ضمن الأشياء اللي توصلنا هي بالنسبة للمواعيد، هل يمكن الأشخاص يروحون من خلال مثل ما يسمون الووك إن أو حضور دون موعد أو الحضور بموعد؟ جميع مراكز التطعيم متابعة لهيئة الصحة بدبي هي من خلال نظام المواعيد المسبقة. تقدرون تأخذون الموعد إذا كان الأشخاص بيأخذون الجرعة الأولى، يقدرون يحجزون من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال خدمة الواتساب الموجودة في هيئة الصحة بدبي. كيف نستخدم خدمة الواتساب؟ كل اللي علينا نحن نضيف موقع أو رقم 88342 في قائمة الاتصال، ومن بعدها نكتب كلمة هاي على الواتساب، وراح تطلع كل الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في الواتساب، من ضمنها خدمة الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك. بالنسبة للأشخاص اللي يبون يأخذون موعد الجرعة الداعمة، يقدرون من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App. أيضا من ضمن الملاحظات أو من ضمن المعلومات اللي كنا حاطين في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتكلم عن توحيد برنامج الضمان الصحي الحكومي في إمارة دبي تحت مسمى عناية. بالنسبة للبرنامج الضمان الصحي الموحد، المستفيدين منه هم المواطنون من حملة جواز وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي الذين لا يستفيدون من أي تأمين حكومي آخر. أيضا موظفو الدوائر الحكومية لإمارة دبي وعائلاتهم. بالنسبة للمقيمين في حكومة دبي، بالنسبة للإماراتيين جميع الزوجات مشمولين، وجميع الأبناء الذكور حتى عمر 24 سنة، والإناث حتى سن الزواج، والأباء والأمهات. بالنسبة للمقيمين، زوجة واحدة فقط وثلاثة أطفال أقل من 21 سنة هم مشمولين ضمن برنامج الموظفين حكومة دبي في برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد عناية. هناك مجموعة من الامتيازات اللي تقدمها عناية، من ضمنها الأمومة والحالات المرضية والأمراض المزمنة والوقاية والتغطية الكاملة، الفحوصات الروتينية والدورية واللقاحات. ممكن الأشخاص يحصلون يشوفون مثلا المميزات أو الامتيازات المضافة من خلال المنافع أو جدول المنافع الخاصة بالتأمين الصحي اللي هم يعني اللي هم يتعاقدون معه، أو البرنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد. أيضا من ضمن البرنامج كيف الواحد ممكن يسجل في هذا البرنامج. بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية التابعة لهيئة التابعة لإمارة دبي، يمكن من خلال إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية. بالنسبة لمواطنو إمارة دبي، أول شيء يقدرون التوجه إلى مراكز التسجيل الذاتي المتوفرة في كل من مركز ندي الحمر الصحي، مركز البرشاء الصحي، مركز المزهر الصحي، مستشفى حتى، وأيضا أبراج في السيفل تاور. بالنسبة للتواصل، يمكن للمستفيدون التواصل مع مزود الخدمة الخاص بهم، وهم بيكونون إما شركة نيرون أو بيكونون شركة المظلة. أيضا من ضمن النصائح اللي كنا حاطينها أو المعلومات اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، هي من ضمن سلسلة نصائح بياناتك مسؤولية، ويقول كلمة السر لمرة واحدة اللي هي غالبا معروف بالOTP هي رمز للتحقق من هوية المستخدم. لا تشاركون، لا تقوم بمشاركة مع أي شخص لتفادي انتحال الشخصية وسرقة معلوماتك الموجودة، سواء كان في تطبيق هيئة الصحة بدبي أو أي برنامج. لا تشارك الرمز اللي هو الOTP مع أي شخص كان.
هذه بالنسبة لقنوات التواصل الاجتماعي، ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد دقائق. صحة وسعادة، رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. يمكن التواصل مع ضيوف حلقتنا من خلال الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لهذا اليوم بنتكلم عن موضوع التغذية المناسبة للمصابين بكوفيد 19 وحتى الأشخاص غير المصابين لتعزيز المناعة الموجودة عندهم في الجسم ضد الفيروس كوفيد 19. خاصة من الدراسات، بعض الدراسات العلمية العالمية أشارت أن بعض الأطعمة ممكن تساعد من تخفيف مسار العدوى داخل جسم الإنسان. وعشان نتكلم عن هذا الموضوع بتكون معانا اليوم على الهاتف الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. حياة الله. هلا أستاذة سهى. أهلا، صباحك أسمى. صباحك الله بالسعادة. نتكلم في البداية عن الأغذية المناسبة لمرضى كوفيد. بعض الأشخاص يقولون مثل عندهم في العزل المنزلي، شو ناكل، شو نسوي، ممكن عندهم بعض الأعراض الخفيفة، كيف نقدر أن نحن نتفادى أو نخفف منها؟ دام يقولون المعدة بيت الداء وبيت الدواء، فنبغى نعرف شو الأغذية المناسبة للمصابين بكوفيد 19. أولا يسعد صباحك أسمى وجميع المستمعين، نتمنى السلام إن شاء الله لجميع المستمعين وجميع الناس الموجودين عندنا في دبي وفي كل الإمارات إن شاء الله تعالى وكل العالم. زي ما تفضلت أسمى، طبعا النظام الغذائي الصحي والجيد له دور كبير ورئيسي في التغلب على التداعيات السلبية لمرضى كوفيد وباقي الأمراض الأخرى. الغذاء يعزز عندي الانتهاز المناعة ويرفع عندي من مستوى الطاقة للمرضى، فأنا لازم أكون حريصة على نوعية الأغذية اللي لازم أتناولها خلال الفترة هاي، سواء إن كنت مصاب أو مخالط لهذا المصاب. زي ما تفضلت، إذا أنا بدي أحكي على هذا الشخص المنعزل واللي عنده أوريدي خلاص صار مصاب في كوفيد، لازم نعطيه بعض النصائح ويكون حريص عليها وحريص على تناول بعض الأغذية خلال هذا اليوم الكامل في وجباته الغذائية. ننصح الأشخاص المصابين بكوفيد بتناول كميات كافية من الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تتواجد في الخضار والفواكه، خاصة عندي الفواكه اللي بتعطيني فيتامين سي زي الحمضيات، الجوافة. هذه الفواكه بتعطيني فيتامين سي، فيتامين سي معروف بأنه بيساعد على تقوية جهاز المناعة، يساعد على ترميم الخلايا والأنسجة أيضا. فيتامين ألف اللي هو موجود عندي بالخضار الورقية، خاصة فيتامين ألف جدا مهم عندي في تقوية المناعة، في إنتاج، لأنه بيساعد على إنتاج نخاع العظم اللي بيعطيني الخلايا المناعية وبيعزز عندي من جهاز المناعة. ننصح الناس دائما بتناول الأغذية اللي بتحتوي على البروتينات المفيدة، خاصة اللي بتجي عندي من الأسماك، من البيض، لأنه البروتين بيساعد على إعادة بناء العضلات، وبالتالي أيضا يساعد على تحقيق وتعزيز عندي من جهاز المناعة ويعطيني مستويات كافية من الطاقة. ننصح الناس كمان أن نكون حريصين خلال اليوم هذا من في الوجبات الغذائية، غذائه يحتوي على الثوم، البصل، الفجل. هاي المواد عندي بتحارب العدوى وبتدعم بالتالي من المناعة، إلها دور كبير في تقليل من الالتهابات. برضو من البهارات اللي ممكن أستخدمها الكركم، الكركم جدا مفيد في تنشيط جهاز المناعة عند الأشخاص. فأنا لما أحرص على تناول مثل هاي الأطعمة تكون عندي موجودة بشكل يومي، أشرب بعض الأعشاب اللي أيضا بتساعد وبتقوي عند المناعة وبتحارب العدوى زي الزنجبيل، البابونج، هذه الأشياء كلياتها سواء كانت مشاريب أو أغذية كلياتها عندي بتعزز من جهاز المناعة، تعطي الطاقة اللي لازمة، لأنه غالبا اللي يصاب بكوفيد برضو يصير عنده الهزلان، يعني أضعف الإيمان يصير عنده هزلان في الجسم، يحس إنه ما في طاقة، ما في نشاط، صعب عليه شوي إنه يتحرك بصعوبة يحس. أيوة بالضبط. فيعني حتى لو ما ظهر عنده ما تأثرت عنده رئة، لكن في شكل عام الهزلان وصعوبة الحركة موجودة. فهاي الأغذية، البروتينات، الفيتامينات زي ما حكينا، فيتامين سي، فيتامين ألف، المشروبات هذه كلياتها عندي تعطي طاقة، بتعزز عنده من النشاط، لأنها بالتالي تعزز برضو من جهاز المناعة عنده وبتخليه يضل يتجدد ويتنشط.
عد ما أعرف إذا هي معلومة صحيحة، لأن يكون حتى ما أعرف إذا صح ولا غلط، العظم الدياي يكون مثلا فورة ويشربون الماي، هل صح ولا بس هاي خرافات؟ لا هي مش خطأ، هي مظبوط صحيحة، لكن بدنا نحرص على الكميات اللي بنتناولها، خاصة على حسب المرحلة اللي واصلها الشخص المصاب، لأن إذا الشخص المصاب عنده زيادة، صارت عنده تجمعات سوائل، فإحنا بدنا نكون حريصين في نوعية السوائل اللي بيتناولها الشخص. صح، إحنا ممكن نحكي له تناول هاي الشوربة كأنها بتجمع ما بين سوائل، بتجمع ما بين إنها بروتين مفيد، لكن بدنا ندير بالنا ما تكونش الكميات زيادة عن اللزوم، وما يكون مضاف عليها كمان زيادة دهون وأشياء ثانية وملح، وهالشيء يسوي الاحتباس. نعم، الملح كان من الأشياء لازم تتناولها باعتدال، ما بنحكي وقف الملح نهائيا لكن باعتدال. إنزين، الحين عند الأشخاص مثلا نقول الغير مصاب، يعني نحن عرفنا جهاز المناعة يحتاج نمط حياة صحي من البداية، يعني مو بس أنا خلاص يعني دام نصبت أبدأ أكل أكل صحي، الجهاز المناعي يحتاج فترة طويلة من الاهتمام من ناحية مثل يقولون لايف ستايل والأكل اللي يأكلونه. فنحن الأشخاص الغير مصابين يعني كيف يقدرون مثلا شو الأشياء لازم يسوونها لحماية نفسهم، خصوصا هاي مو بس فترة كوفيد، فترة إنفلونزا في نفس الوقت. بالضبط، في هاي الفترة وفترة عودة مدارس، فترة يعني اللي كان مسافر رجع، فهي فعليا زي ما تفضلت فترة اختلاط بجميع الحالات وفترة انتشار فيروسات مع تقلبات الطقس. هلأ زي ما احنا حكينا الأشياء اللي تنطبق على كوفيد المفروض تنطبق على باقي المجتمع بشكل عام، لكن أنا هلأ عندي في هذا الموسم لازم فعليا أعزز من مناعتي قدر المستطاع، حتى لو كان شوي نحكي الوقت متأخر، لكن أن تبدأ خيرا من أن لا تبدأ أبدا زي ما بحكي. صحيح، فأنا بكثر من أن نحكي للناس أكثر من مضادات الأكسدة، الأغذية اللي تحتوي على مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة من أكثر الأشياء اللي بترفع المناعة في الجسم. وين متواجد مضادات الأكسدة؟ في الأغذية خاصة اللي لونها غامق، الأغذية اللي لونها أحمر، اللي لونها برتقالي، اللي لونها أصفر، زي القرع، زي الجزر، زي البرتقال، هذا كلياتها، الفلفل الملون بكل ألوانه، كلها هاي تحتوي على مضادات أكسدة عالية، بتعزز عندي، بتقوي عندي من هذا المناعة. حتى التوت، أتوقع التوت وأخواتها. نعم بالضبط، التوت، العناب، كلها هاي، الفراولة، كلها هاي، الشمندر، العائلة اللون الأحمر الأصفر البرتقالي فيها مضادات أكسدة عالية، بتساعد عندي وتقوي من جهاز المناعة. غذائي متوازن بشكل عام، هذا بيساعد بقوي عندي جهاز المناعة. أخذ بعض الأشياء برضو اللي فيها أوميجا 3 زي الأسماك، بعض المكسرات زي الجوز واللوز، هاي من الأشياء اللي جدا عندي مفيدة وبتقوي عندي جهاز المناعة وبتقوي عندي خط الدفاع الأول على الأقل، اللي هو سواء كان الجلد سواء كانت كريات الدم البيضاء، بتعزز عندي لو أنا إجاني أي فيروس أو إجاني أي عدوى، بتكون عدوتي أخف صارت. أتناول الحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة فيها فيتامين ألف، فيها فيتامين إي، كلها هاي الحبوب الكاملة أيضا بتساعد وبتقوي عندي من جهاز المناعة. إنزين أستاذة، وصلنا مثل رسالة نصية قصيرة تقول صحة شرب منقوع الكزبر المطحونة. منقوع الكزبر المطحونة أو حتى الكزبرة بشكل عام هي زيها زي الأعشاب، هل هي إذا بنحكي عنها تقوي عندي أو بتوقيني من فيروس كورونا؟ ما في إشي بواقي من فيروس كورونا 100%، أنت بتعزز من جهاز المناعة عندك وبتقوي من جهاز المناعة. منقوع الكزبرة ممكن هو يعتبر مشروب عادي، زي مشروب مثلا في ناس تعمل البقدونس، كلها هاي الأعشاب كل واحد بتخصص بفائدة معينة، لكن ما بعتمد عليه اعتماد كامل، هو في بعض الفوائد في الجسم بشكل عام، لكن مش الاعتماد يكون عليه بشكل كامل. زين دكتور، بعد نحن نبغى ننصح الأشخاص، إن يعني أنا سويت غلطة قبل فترة قريبة، فأتمنى حتى الأشخاص ما يعيدونها، لأن صح نحن قلنا مثلا الليمون والحمضيات لكن يعني أنا عن نفسي من تجربة أنصح للناس، ما يعني ما كان كوفيد، كان إنفلونزا، لكن من كثر الحمضيات اللي كلتها الحين عندي مشكلة دائمة في مثل اللي يسمون حرقان، أحس قلبي يحترق 24 ساعة. فننصح الأشخاص بعد إنه ما يبالغون نفس ما أنا بالغت، فنتمنى يعني الاعتدال في هذا الموضوع. الاعتدال، ودائما الواحد يرجع يسأل الاستشاري أو الأخصائي، لأن زي ما تفضلت هاي الإنقاص أسمى مش بس على حتى كوفيد، حتى على إنقاص الوزن، الواحد بيسمع شغلات دائما وبده يحاول يحمي نفسه في قدر المستطاع وأشياء طبيعية، صح، لكن ما أزيد عن الحد اللي أنا مطلوب مني،
أتناولها بكميات معقولة، وما أحرم حالي برضو من أشياء نهائيا تأثر عندي على أشياء ثانية في الجسم، على أنزيم معين، على هرمون معين، على أساس أني أنا بدي ألقي نفسي وأحمي نفسي، لكن أنا بالعكس عملت أثر سلبي على جسمي من جراء حرماني لهذه المادة الغذائية نهائيا ومنع عنها. لا، أتناول كل شيء بكميات وباعتدال، أتناول الـ زي ما تفضلتي فيتامين سي عن طريق، مش بس عن طريق الليمون، هو فيتامين سي موجود كمان عندي في الفواكه. هذه يوم قلتي جوافة، قلت جوافة وايد أهون. الجوافة حركت معدتي أنا. أما هذا هو اللي بيأثر، يعني حتى في ناس تجنب البروتينات، طب خذ بديل بروتين يكون صحي مثلا، الكينوا فيها بروتين وما عم بتأثر على الكوليسترول والأشياء هاي، فلا خليني أنا أتناول كميات باعتدال دائما بشكل عام. لا الدهون ما بأتناول مثلا من الدهون، أتناول الدهون المفيدة، ما أروح أتناول أقطع الدهون حتى زيت الزيتون نهائيا، مكسرات نهائيا، لا. طب أنا في عندي بعض الأحماض الدهنية لازم أتناولها عن طريق الغذاء على حتى تدخل في جسمي وتكمل شغل هالأنزيمات والهرمونات بالشكل الصحيح والعمليات في جسمي، فأنا لا بقطع نهائيا ولا بزيد زيادة مفرطة تعطيني بالنتيجة نتائج سلبية تعود على جسمي. الدكتور عندنا مسج يقول تعبنا من التعليمات المكررة وزاد وزننا. هو المشكلة الوزن يزيد لأن الواحد ما يتبعها صح. الوزن بيزيد أول شيء، ما هم في الناس عم تتناول كميات نشويات زايدة، طب إحنا خلينا ندير بالنا من كمية النشويات اللي عم نتناولها. إحنا قاعدين في الناس اللي عم بصيرها كورانتين، بصيروا مرات إذا كانت العيلة كلها مصابة بصيروا يتفننوا في الأطباق، طب يتفننوا المعجنات، طب ما هي كلها بتزيد الوزن، هاي كلها دهون مخفية بنسميها، المعجنات، الحلويات، الكعك، الأطباق، الزيت اللي بتتحضر في البيت، كلها دهون مخفية. قلة الحركة أسمى، الناس ما عم تتحرك، لازم نتحرك حتى لو إحنا يعني إن شاء الله الناس كلها بتتعافى وبنرجع زي أول حتى قدر المستطاع. لو ما بتروح على نادي، أنت خايف من مشاركة نادي، إذا أنت غير مصاب الجو حلو ما بتروح على النادي، بالضبط هاي فرصة. لا خلينا نتحرك، الوزن ما بيزيد عشان إحنا والله عم نعمل ليش الصحي، لا إحنا عم نزيد من كميات الأكل وعم نقلل من الحركة، فالوزن قاعد تلقائي بيزيد. أساسها نحن دائما ننتبه أن أخصائيين تغذية في هيئة الصحة دائما ينصحون ويقولون لا تحرمون عمركم من أي شيء، كله كل اللي تبونه، لكن الكمية هي تحدد، يعني الكمية والحركة ما في شيء بروحه، يعني الأكل لازم حركة، وهذا أيضا يساعد جهاز المناعة حتى لما ذي المرض، يعني ممكن واحد ينصاب ما يدري، بس على الأقل جسمه يكون متحمل. بالضبط، انت بتقوي جهازك المناعي زي ما تفضلتي اسماء، انت لما بتقويه وعندك نشاط بدني وعندك يعني انت حاطه الخط الدفاع الاول اوريدي انت تجهز عندك، لما يجيك الفيروس بيجيك باخف، يعني الخطه بتيجي اخف على الجسم، مش انت لا انت انسان صحي ما عندك اي شيء، مناعتك ضعيفه. في ناس مضبوط ما عندها زياده في الوزن، لكن طبيعه الاغذيه اللي عم تتناولوها مش صحيه، يلد على العظم مرض لمرض. بالضبط، فحتى العظام عندهم بتتعب، العضلات بتتعب وترهق بشكل سريع، فإن شاء الله يحمي الجميع ونكون دائما حريصين على تناول أكلنا بشكل صحي قدر المستطاع. هو مش الحل الجذري، لكن لما تجيك العزوة تجيك بشكل مخصص عن غيرك من الأشخاص. الحين عندنا بعد رسائل ما شاء الله، الفقرة اليوم فيها وايد مشاركات. صباح الخير، صحيح مشروب الزنجبيل يزيد من الكحة؟ يقول الدكتور شي قال له على حسب نوع الكحة، في بعض الأشخاص نعم الزنجبيل يزيد عندهم من الكحة والجفاف ساعة. الزنجبيل كويس في حالات الرشح العادية، لكن في الحالات الكحة عند بعض الأشخاص ممكن تزيد، خاصة إذا الكحة ناشفة. العسل اللي هو اللي برطب الحلق، انت بدك إشي يرطب الحلق في أثناء المرض، سواء كان الانفلونزا العادية أو سواء كان في كوفيد، اللي برطب الحلق عند العسل، الحليب الدافي، هاي الأشياء أكثر بتساعد على ترطيب الحلق. يقولك أيضا من ضمن الرسائل اليوم وصلتنا، يقول صح الجو حلو وتفتح الشهية بعد وعدل وناكل ونسير رحلات بدل صلاة التمرين. صار نحن لاحظنا في الشتاء الواحد يحس وجبة العشاء تتقسم، تسوي أكثر من وجبة عشاء، تصير عشاء على 7 وعشرة على، يقول بقدم مشاوي وباربيكيو مارشميلو. الله المستعان. يعني خلينا استهيتنا مفتوحة، بس خلينا برضو نعمل نشاط بدني، لازم نشاط بدني، هاي مشكلتنا إننا يعني إذا أكلنا ما بنعمل نشاط بدني، فخلينا نوازن شوي، عوض على الأقل شوي حري. بالضبط.
مشكورة أستاذة سهى، اليوم ما شاء الله الفقرة كانت وايد مميزة معك، عاد حتأخرنا بعد عن الفاصل. مشكور تسلمي أسماء. لا نمر يقول شيء، يقول شيء نمر شيء تري شوي عن المشروب اللي ينسون. أيوة أعطينا نصيحة عن اليانسون، شو رأيك فيه؟ اليانسون كثير مفيد وفيه نسبة مضادات أكسدة جيدة، فالإنسان يشرب منه، لكن إذا كان الشخص عنده وكويس للغازات اليانسون، لكن إذا عنده مثلا حالة من الإسهال خلينا نحكي، كويس هو كسائل لكن ممكن يزيد شوية من الحالة عند بعض الأشخاص. عشان هيك إحنا الأعشاب دائما نتناولها باعتدال، لأنه من شخص لشخص تختلف ومن حالة لحالة تختلف. يعني ممكن أشرب أيام العادية يكون وضعه كويس معاي، لكن في أيام إذا كان عندي مثلا البطن ناشف زيادة هو بيزيد عدد من هذا الوضع، فأنا بتناوله باعتدال. كاسة ينسون يوميا ما فيها ضرر، كاسة بابونج ما فيها ضرر. في أنا بعرف كثير ناس ما بيشربوا الشاي نهائيا والكافيين، معتمدين على الأعشاب، لكن كاسة من كل مثلا ثلاث أكواب مختلفين، مرة بابونج، مرة ينسون، مرة زعتة، مرة أو مثلا ميرامية، كلها هاي الأعشاب تطلع مفيدة، كل عشبة فيها فائدة، إشي للمغز، إشي للقولون. وحسب الشخص، يعني في أمراض تتعارض مع الأعشاب. بالضبط، في أشياء ناس في مشاريب ما بتناسب، عشان هيك المشاريب لا تعمم الأعشاب على الأشخاص كلياتها. علم الأعشاب علم كامل في حاله، ما بعمم الإبن يمشي معي، يمكن ما يمشي مع أسماء، يمكن ما يمشي مع سعاد أو مع الشخص الآخر. صحيح. أوكي نمر. مشكورة أستاذة سهى نوفا الاختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة، رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. ممكن تواصل معنا ومع ضيوف أو ضيف حلقتنا على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006. السجلات الطبية لها دور وايد كبير في إدارة الأمراض المزمنة، وأيضا الأمراض اللي يعني المزمنة والأمراض الجديدة اللي تطلع على الشخص، وأيضا طريقة علاجها والحد من انتشارها بين أفراد المجتمع. يمكن من خلاله تجنب الكثير من هذه الأمراض من خلال التحكم السليم في العوامل المختلفة والمرتبطة بأسلوب الحياة، مثل التحكم في الوزن، استهلاك التبغ، وغيرها من عوامل الخطورة الثانية. من خلال بياناتك أو بيانات السجلات الطبية يمكن تقديم النصائح الصحيحة التي تؤدي إلى تعزيز وعي المجتمع وتساهم في تفادي الإصابة بالأمراض المزمنة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتور. حياكم الله، صباح الخير ستي، أهلا وسهلا. الله يحفظ دكتور. دكتور نتكلم في البداية عن أهمية وجود سجل طبي أو قاعدة بيانات للأمراض المزمنة، ودور هذا في تحسين الوضع الصحي في المجتمع بشكل عام. والله في الحقيقة هو قاعدة بيانات أو سجلات طبية لمعنى للمرضى خاصة متعلقة بالأمراض المزمنة، هذا شيء مهم من أجل معرفة الحقائق أو المعلومات الكاملة عن المرضى المصابين بهذه الأمراض. هذا يعطينا مؤشر، يخدمنا في مؤشرات كثيرة، منها عدد المرضى المصابين بمرض معين أو آخر، حتى يكون نهيئ الخدمات المناسبة لهم. هاي نقطة. النقطة الثانية حتى يمكن استهدافهم، تعرفين يعني حتى نعرف الناس الأكثر اللي هم معرضين لهذه الأمراض وين عايشين من هم، حتى تكون حملات التوعية أو حملات البرامج الصحية أو حملات الصحة العامة تستهدفهم ونقدر نوصلهم بسهولة. فالأرقام والبيانات والمعلومات تكون شيء أساسي حتى نخدم المرضى، وأول شيء نخدمهم، وحتى مستقبلا ممكن نكتشف الحالات اللي ممكن أن يصابهم بها حتى نمنعهم من الإصابة.
يعني دكتور نقدر نقول مثلا السجلات الطبية بشكل عام تساعد حتى في أن التنبؤ أيضا في ممكن أمراض جديدة قاعد تطلع، ونساعد أيضا في التوعية، يعني نقول حق الأشخاص مثلا نوجه التوعية بناء على المعطيات الموجودة في المجتمع. بالضبط هذا هو صحيح. بالإضافة لذلك يعني أضيف إلى كلامك، يعني العالم الآن كله متجه إلى الذكاء الصناعي، إذا أنت عندك هذه المعلومات بشكل صحيح أنت ممكن تسبقين أمور كثيرة للمستقبل ونحميهم بعد، ممكن حماية المجتمع من أمراض ممكن تصير مستقبلا. نعم تعرفين أنت المرض، يعني المرض يعني يكون دائما الأمراض مثلا تكون ضمن فئة معينة من المجتمع تكون أكثر معرضة من الآخر، الناس اللي مثلا ما سووا رياضة أو أكلها صحي تحتاج إلى توعية. فأنت لما تعرفين من أكثر الناس اللي هم ممكن يصابون ممكن يستهدفون من خلال حملات التوعية أو حتى برامج يعني أخرى بديلة. إنزين دكتور، سمعنا في سجلات كلينيكية وسجلات سريرية وسجلات سكانية، تقدر تقولين شو الفرق بينهم؟ نعم هاي نقطة مهمة. دائما هناك في سوء فهم أو تضارب بالمعلومات، يعني كل واحد مثلا في إحنا قواعد بيانية مختلفة، مثلا اختلاف بينها هي مو جهود مختلفة لكن هي تكمل بعض. مثلا السجلات الكلينيكية أو السريرية هي اللي المرضى اللي يوصلوا المستشفى أو المراكز الصحية، الناس هذا مو يعني 100% ان الناس المصابين مثلا في مرض معين راح يوصلون المستشفى او المركز الصحي. في ناس مثلا تتعالج في الخارج، ناس تتعالج خارج إمارة دبي، ناس يكون متتعالجون بالكوميونتي. فهاي تكون يعني اذا احنا اعتمدنا على السجلات الكلينيكيه او السريريه تكون نقص، ما تعطينا 100% من السجلات الكامله او عدد الناس اللي مصابين بمرض معين. لذلك السكانيه تكون بشكل أوسع. أنا ما أختلف الكلينيكية ممكن تكون 90% من المرضى الموجودين يكونون مسجلة في السجلات الكلينيكية أو السريرية. دكتور أحيانا نشوف يسوون مثل أبحاث، يعني يقولون مثلا بنسوي مجموعة من الفحوصات لبحث معين، مثلا نسبة أمراض العيون في منطقة معينة، هل هاي تدخل من ضمن هالنوع من السجلات؟ هاي احنا لانه ما عندنا سجلات حتى احنا نريد نعرف الحقيقه او عدد الناس اللي مصابين بمرض معين او منهم البديل هو نسوي الاستقصاء او البحوث اللي اشرت اليها. هاي تكون طرق بديله، لكن لما تكون عندنا سجلات احنا راح تكون نعرف 100% او 90% او 95% من الارقام الحقيقيه او يكملون بعض مثلا. نعم يكون ما نحتاج الى هذه الاستقصاءات، ممكن نحتاجها لامور اخرى مثل معرفة طبيعة الحياة أو طبيعة ممارسات الشخص للرياضة أو للحياة الصحية إلى آخره. إنزين إذا قلنا كيف ممكن يعني هالسجلات تكافح الأمراض المزمنة، كيف نقدر نساهم فيها؟ هو إحنا إذا عرفنا الأرقام الحقيقية حتى نتخذ القرارات المناسبة لوجود الخدمات اللي تساعد الناس على الوصول إليها، أما الشفاء أو الكشف عنهم بطريقة مبكرة. إذا إضافة إلى ذلك تعرفين الصحة الآن يعني أنت ما تقدرين تسوين حملات توعية لكل المجتمع، أنت تكون مركزة إلى الناس الأكثر معرضا لهذه الأمراض أو غيرها حتى نستهدفهم بطريقة علمية أفضل، حتى نستهدفهم بشكل واضح، حتى الجهود ما تضيع، يعني ما تكون منتشرة بشكل كامل على المجتمع، تكون محددة على الناس المعرضين أكثر من الآخرين. إنزين ذكرنا من أهم المبادرات اللي سوتها إدارة حماية الصحة العامة في إنشاء السجلات السكانية. والله إحنا يعني صار فترة يعني نشتغل على 3 مبادرات رئيسية لأمراض المزمنة، اللي هي الأمراض المتعلقة بأمراض القلب والذبحة الدماغية جزء رئيسي منها، الأمر الثاني هو سجلات أمراض السرطان، والجزء الثالث الأمراض الصدرية اللي منها الربو والCOPD اللي هو التنفس. احنا تقريبا خططنا لها، حطينا الجايدلاينز، حطينا الامور، احنا ان شاء الله تكون هاي نجمع المعلومات بشكل مستمر خلال السنوات القادمه حتى تساعدنا في محاربه او منع هذه الامراض من المجتمع ان شاء الله.
إذا كنا نتكلم عن المشاريع، هل هي في مشاريع أو منصات ممكن تساعد في سجلات طبية للمرضى؟ يعني كيف؟ مثل توحيدها، مثل برامج، مثل عندنا نحن مثل هيئة الصحة برنامج الموحد، ملف الموحد اللي هو سلام، ملف نابض، المشروع الموحد على مستوى إمارة نعم. دبي، هل هالنوع من المشاريع ممكن تساهم في موضوع الحصول على السجلات الطبية ويعني استخدامها لصحة المرضى؟ نعم، أول شيء مشروع نابض اللي هو يكون واحد من المبادرات العظيمة اللي راح تساعد على هذا المشروع. نابض راح يوفر لنا قاعدة بيانات للسكان بشكل موحد أو بشكل يشمل الجميع. قبل كنا مثلاً إحنا كنا منقسمين، ما كنا نعاني، تعرفين إحنا واجبنا أن نحسن صحة المجتمع، ما نحتاج إلى أدلة، إلى معلومات، إلى بحوث. نابض هاي كلها راح يوفرها. انت مستقبلا النابض راح يوفر لنا كم عدد المرضى من السكري بالقلب الى بالسرطان معين، يعني شغله الى اخره، راح يوفر لنا معلومات كثيره، راح يكون هو الشريان الرئيسي لهذه السجلات، راح يعطينا المعلومات كامله، راح تكون يشمل المعلومات المرضى اللي يتراجعون في الهيئه او في البرايفت سيكتور القطاع الخاص الى اخره، راح يكون اي شيء موجود بالصحه راح يكون تحت نابض. بس الشغل يعتمد علينا احنا كصحه عامه، كيف نستخرج المعلومات ونضعها في شكل صحيح امام الراي العام او امام صانعي القرار. انزين، نحن اذا بنتكلم عن يعني الحين البيانات دائما نشوف في كل التخصصات، مو بس التخصصات الطبيه، الكل يتكلم عن البيانات، اهميه البيانات. البيانات ايضا تساهم في تطوير الخدمات، مثل ما تفضلت استاذ كاظم، في اداره حمايه الصحه العامه، في الوقايه من المجتمع من كثير من الامراض، فلها اكثر من استخدامات، استخدامات كثيره ومتعدده في تخصصات مختلفه. نعم، احنا تعرفين التخطيط دائما يكون مبني على العلم، على البيانات، على الارقام، على البحوث. احنا بدونها ما نقدر، يعني صانع القرار ما يقدر يقرر. احنا نوفر البيانات، المعلومات، هذه البيانات راح توفر لنا احتياجات المجتمع، ما هي التحديات القادمه. بوجود الارقام او العلم او الاحصاء راح تدعمنا كثيرا حتى تحديد احتياجات السكان في مدينه دبي. إنزين، شكراً لوجودك معنا. تقريباً كنا نتكلم نحن اليوم عن السجل الطبي وأهمية السجل الطبي. شكراً دكتور كاظم العبادي، أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، لوجودك معنا وتثقيف المجتمع بأهمية البيانات والسجلات الطبية. أشكرك كثيراً، شكراً. نقرأ شوي من الرسائل النصية القصيرة اللي وصلت للبرنامج. يقول لي أنا عبد الرحمن، يصبح عليكم، صبحك الله بالخير أخوي عبد الرحمن. أيضا عندنا رسالة، السلام عليكم، سؤالي بخصوص تأمين، هل يحق زوجة المواطن أن يشملها التأمين بما أنها هي مقيمة إذا كانت مسجلة في خلاصة القيد؟ نعم، يمكن الحصول على التأمين. بالنسبة للتأمين الصحي، دامنا فيه مجموعة من الأسئلة اللي قاعد توصل، راح نخصص حلقة إن شاء الله على الأسبوع القادم نتكلم فيها عن برنامج توحيد برامج التأمينات الصحية الحكومية الموحدة اللي هو عناية. بنخصص لكم حلقة وإن شاء الله راح نعلن عنها في بداية الأسبوع، متى، أو راح نعلن عنها خلال هذا الأسبوع متى، اليوم اللي نحن راح نتكلم فيه عن الضمان الصحي، وإن شاء الله راح نجاوب على كل أسئلتكم من خلال المعنيين من مؤسسة دبي للضمان الصحي. لكن بالنسبة للسؤال لازم تكون مضافة في خلاصة القيد. قبل لا نختم نحب نعطيكم مجموعة من النصائح المهمة. دائما نتكلم عن مثلث الوقاية من COVID-19، اللي دائما نقول عنه تعقيم اليدين، لبس الكمامة، التباعد الجسدي مثل ما يقولوا، أو التباعد أو المسافة الآمنة. لكن الحين نقول مثل المثلث، بنقول لكم المربع الذهبي هو بيكون لبس الكمامة، بيكون تعقيم اليدين، بيكون مسافة الآمنة، وأيضا الحصول على لقاح COVID-19 للحماية والوقاية من المرض. أيضا
من ضمن النصائح ان نحن نشجع الجميع دام ان هي موسم الحين مدارس وعمل عن بعد ودراسه عن بعد، لبعض المدارس ننصح اولياء الامور على الاهتمام باطفالهم لانهم بيكون ساعات كبيره قدام الشاشه. ننصحهم ايضا ان يزيدون بعض البرامج بينهم وبين اطفالهم خلال اليوم، يكونون فيها هم بعيدين عن الشاشه بفترة بسيطة مثل العصر، برامج يطلعون برا، المشي وايد مهم لأيضا تعزيز ثقافة النمط الحياة الصحي عند عيالنا، لأن هذا راح ينبني معاهم للمستقبل. أيضا من ضمن النصايح المهمة اللي نحن لازم نقول لكم إياها في قنوات التواصل الاجتماعي أيضا حطيناها، هي ربط الملف أو ربط خطوات ربط الملف بالبطاقة بتطبيق هيئة الصحة بدبي. نحن ننصحكم باستخدام الخدمات الذكية في الحصول على استشاراتكم. هناك مجموعة كبيرة من الاستشارات اللي توصلنا بخصوص الأشياء الطبية، لكن نحن دائما ننصح أن قنوات التواصل الاجتماعي هي ليست القنوات المعنية نتجاوب على الأسئلة الطبية، لكن هناك خدمة طبيب لكل مواطن اللي متوفرة في تطبيق هيئة الصحة بدبي. ممكن أخذ الاستشارة والإجابة على جميع استفساراتكم من خلال أطباء مختصين يقدرون يجاوبون عليكم على كل هالأسئلة اللي تدور في بالكم. والخدمة كذلك متوفرة على مدار الساعة وخلال 24 ساعة وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، فتقدرون أيضا تتواصلون معهم وتحجزون الموعد مسبق. وأهم شيء أن أنتم تأكدون أن تسمحون لخاصية الفيديو والصوت في إذا كان هذا استخدامكم الأول للخدمة. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن متابعتكم وتفاعلكم الجميل معانا اليوم، وايد استمتعنا وياكم ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا نمر محمد اليوم تعبنا ويانا الله يحفظك. كانت وياكم أسماء الجناحي ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.